بين أملاح. الأضحية لا تكون إلا في عيد النحر، وفي عيد النحر والنبي ليس بالمدينة وإنما هو في مكة. فالجواب أنه لا تعارض بين العديدين. قال أبو محمد بن حزم مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة: أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي. عيد هذا أنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى 8، ما بلا ذبح النبي بيده الشريفة، لكن الأولى أننا نقول ذبحها في بقعة سبت ثم ذبحها البقية وهي 56 في محل آخر. فأنس بن مالك ما شاهد إلا الأولى، وعلي بن أبي طالب شاهد حينما انتقل إلى محل آخر. هكذا جابر، ها؟ جابر شاهد الأولى. بعدين قضي النحر هو سهل، النحر ما قضيت عنها بعد بس إيه الشيلة. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم الباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد سوى. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفردا 7 بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحرب معا فنحر كذلك تمام 63 كما قال قرفة بن الحارث الكندي، أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. هذا عكس الحديث الأول المروي عن علي بن أبي طالب، لكن أخرجه أحمد في المسند وأبو داود، وفيه تدليس ابن إسحاق. ابن إسحاق مدلس، فإذا قال عن فالحديث ضعيف، إذن فالحديث ضعيف. يا قاضي هنا يقول أيضا منكر. ها؟ قال منكر المعلق. سواء قلنا هذا غلط. إن قلب على الراوي فإن الذي نحر 30 هو علي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر. الحمد لله ثم نحر 63 أخرى فبقي من 130 فنحر علي فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي مما نحره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني 70 نحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نحر 70. نعم. الخلاصة النبي أهدى مئة نحرت. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ورد حديث يقول: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وورد حديث: أفضل الأيام عند الله يوم عرفة. فيوم عرفة أفضل من يوم النحر لأنه صرح بقوله أفضل. ثم يوم القر وهو اليوم الثاني. قال أيام من وقر وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 فاضافقنا يزدلفنا
إليه بأيتهن يبدأ كل واحد بتكفز عند النبي تتشرف بأن يذبح الأولى. فلما وجبت جنوبها أي سقطت قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتضى. قيل نقبله ونصدقه فإن المئة لم تقرب إليه جملة وإنما كانت تقرب إليه أرسالا فقرب منهن إليه خمس بدنات رسلا وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكر في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بمنى وقال في آخره ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقتان للناس أحدهما أن القول قال أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين وأنه صلى العيد ثم انكبى إلى كبشين. ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين وبين أنهما قصتان هذك في سنة وهذك في سنة هذك في مكة وهذك في المدينة. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوء. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع أنه رجع من الرمي فنحر البدون وإنما اشتبع على بعض الرواة عن قصة الكبشين كانت يوم عيد فظن أنه كان بمنى فوهما. وإنما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في سنة أخرى. الطريقة الثانية طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان. فذكر أبو بكر تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة. قال وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل كما قالت عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ومذهبه أن الحج شرع على التضحية مع الهد وصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. فمذهب ابن حزم أن الحجاج يهدون لأجل كونهم محرمين وقاصدين الحرم ويضحون كما يضحون في ديارهم. ومذهب ابن القيم أن من كان في مكة يكفيه أن يهدي ومن كان في بلده فعليه أن يضحي فلا يجتمع الضحية الأضحية مع الهدايا. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رب البيت إذا كان حاج يجزئه الهدي عن أهله. كيف رب البيت لماذا ذهب يحج يجزئه الهدي عن الأضحية لأهله؟ لا لا ما سمعنا. الأضحية شيء والهدي شيء آخر. ولم ينقل أحد أن النبي
صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم وأضاحيهم فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها فلا يجتمعين. وأما قول عائشة الضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كنا متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة، لأن المنصوص عليه أن البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة، فكيف قال أنه ذبح عن نساء النبي المتمتعات وليست سبع وإنما هي تسع؟ وأجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن مع النبي ذلك. لا بأس، هي قد كانت تعامل نفسها معامل الثاني لأنها أثار حيث، لكن بقي سماع، فإنها كانت قارن وهن متبتعات وعند أولى هدي على القارن. وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافينا لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحجقات. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعي، فأهلت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدق ولا صوم. وهذا مسلك فاسد تبرد به ابن حزم عن الناس، والذي عليه أصحابه والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهد كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان أصحابه كما تقدم. ابن حزم يشري يقول أن القارن لا يهدي، وهذا غريب. وأما هذا الحديث فالصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت العديد. وفي آخره قال عروة في ذلك أنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. هذا من كلام هشام تلميذ عروة، أما أنه من الحديث فلا. كيف لا هدي ولا صيام ولا صدقة؟ البدنة في عهد سعد بن الضحية؟ نعم. فالهد؟ البدنة؟ نعم. فالهد؟ عن سبعة ما؟ في الهدي عن سبعة، وعند الهادي أنها عن عشرة. هذا سيأتي في كتاب الضحايا. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير وعبدة أدخلا في كلام عائشة، وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشام يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته. فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف. ومن اتبع هواه والصحيح من ذلك أن كل ثقة ومصدق فيما نقل
فإذا ذهب عبده وابن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالته ما، وإذا أضافه وكي إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل من صحيح وتكون عائشة قالته وهشام قاله. قلت هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريتي وظاهرية أمثالي ممن لا فكر له في علل الأحاديث كفك الأئمة النكات أطباء علله وأهل العناية به، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذو فهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطائه بمنزلة الصيارف النكات الذين يميزون بين الجيد والردي ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. فالحفاظ المتخصصين يعرف الحديث ويحكم بأن فيه نكارة، مثل ما الصير فيه حين يعرف الذهب والفضة المخشوش من الخالص. بهاجم ابن حزم دائما يهاجم. ومن المعلوم أن عبد وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجا في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من كلام هشام، فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم لو قال ابن نمير وعبد قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قال أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح. وأما كونهن تسعان وهي بقر واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها أنها بقر واحد بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث دخل علينا من نحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وقد اختلف الناس في عدد من تجزي عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل هذا مثل الشوكاني، وقيل عشرة وهذا مثل الهادي وهو قول إسحاق، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم المغانم فعدل الجزور بعشر شيات. الجزور يعني الناقة بعشر. وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى نساء وهن تسع ببقره. وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة، وهو على عشرة مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. في هذا الحديث أن البقر والبدنة متحدات لسبعة، وفي المسند من حديث ابن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركناها في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. ورواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. لا معارضة. الأول حينما كانت الإبل عن سبعة في باب الهدي، وفي حديث ابن عباس أن الجزور وهي الجمال عشره هذا في الأضحية. وهذا هو الذي كرره الشوكاني في التداري المضي وفي سائر كتبه، فرق ما بين الهدي والأضحية، وقال الأحاديث الصحيحة تدل على أن في الهد يستوي الإبل والبقر، وفي الأضحية الإبل عن عشر والبقر عن سبعة. وفي الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة،
ففي باب العادي متحدات وفي باب الأضحية مختلفات. وقال حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. ما عبس حاجة لدي حديث أحمد، لأن في سنتي إسماعيل بن خليفة وهو سيء الحفظ، لكن الحديث الأول كافي صحيح الذي في البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشر من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال أن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعيد يعدل عشر سياد فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم، لأجل يجمع ما بين الأحاديث. وقد قال أبو محمد أنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن بقرة، وضحى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه 63 هديا. وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاق. فابن حزم على هذا يجعل الأضحية والهدي مشروعات في مكة، لكن ابن القيم قال الأضحية لمن كان في غير مكة والهدي لمن كان في مكة. فاصل. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر، فيذبح الإنسان هدي التوتع في أي بقعة من بقاع مكة وفي أي بقعة من بقاع منى. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاؤه، كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وكذلك نحر وقال لهم منى كلها منحر، وشوارع مكة وطرقها كلها منحر. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبني له بمنى بناء أن يظله من الحر، فقال لا، منى مناخ لمن سبق إليه. ولهذا يقول العلماء في كتاب البيع لا يجوز بيع البيوت والعرصات في منى، فهي كلها ملك للمسلمين جميعا. نص الفقهاء في باب البيع أنها شوارع منى وأراضي منى لا تباع بيوتها ولا أراضيها، وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو حق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك. هذا منصوص عليه في كتاب البيع. فاصل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحره استدعى بالحلال فحلق رأسه، فقال للحلال وهو معمر ابن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحبة أذنه وفي يدك الموسى في تحفه،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول في مزحه إلا حقا. قال أيامه النبي صلى الله عليه وسلم اتالك رأسه والموس في يدك ما رأيك؟ وأنه صارت واحد يفتجع الأمراء يفتجعوا من هذا. وفي يدك الموسى. فقال معمر: أما والله يا رسول الله أن ذلك لمن نعمة الله علي ومنك، حيث تشرفت بأن النبي وثق بي ودرع راسه لأجل يحلق له. قال: أجل إذا أقر لك. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. أخرجه أحمد ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راوي عن معمر لم يوثق. وقال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضرة بن عوف انتهى. فقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. يشرع للإنسان أن يبتي في الحلاقة الجانب الأيمن. قال: فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة. فدفعه إليه هكذا ودعا، في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيري عن أنس أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، ثم أخذه سهيل بن عمرو رئيس قريش الذي وقعت المعاهدة بينه وبين النبي في يوم الحديبة بنظره، وهو بيقول: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف هذا، قال: اكتب باسمك اللهم. فقال: اكتب باسمك اللهم. ثم قال لأمير المؤمنين علي: اكتب هذا المعاهدة ما بين محمد رسول الله وبين قريش. قال: لو عرفنا أنك رسول الله ما خالفناك ولا حاربناك. قل: من محمد بن عبد الله. وبعد يجادل، وبعدها حينما جاء أبو جندل ابنه وجادل ورده، وبعد تغيرت طبيعته من السنة السادسة إلى السنة العاشرة، وإذا هو بيحوش وينتفى الشعر حق النبي ويتبرك به مسلع تلبت مثل خالد بن الولي في يوم أحد وهو هذا البطل. وفي اليرموك حينما وصل الأمر من عمر بن الخطاب تعزله: لو عادوا خالد بن الوليد الأول لا يعصد الدنيا عصي، ها، لأن الحل والعقد بيده وهو قائد القوات المسلحة الذي بتضرب الروم، لكنه قد خالد بن الوليد الثاني حالا سلم الأمر لأبي عبيدة وبايعه وسلمه. ما هي هذا في هذا في الموضوع وهذا الخارج؟ قال: يا قاضي، لعل الكبشين التي رآها أنس عن اثنين من نساء والبقرة عن سبع فيكون المجموع تسع. عاد في ذي حق الكبشين خلاف، ما قصدتوش في صحة الرواية. كما قلتم يا قاضي، ذبحت 100 منها 63 التي ذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام علي، وسبع الذي رآهن في مكان آخر، وثلاث الذي تم ذبحهن. ف
فصار جميع عامة ولا تنادث في الحديثين، ما بيش تنادث. الخلاصة كيف ما كان أن النبي أهدى مئة مع يقوم القيام الزارت حين ما الفرق بين الهدي والأضحية ومتى يكون الهدي. الهدي هو الذي يهدي الحاجة والمعتمر، والأضحية الذي تكون على سائر المسلمين. الهدي قد يكون واجب وقد يكون مسنون، أما الأضحية فهي مسنونة وتكون على المسلمين جميعا في بيوتهم، ولا علاقة لها بالحج ولا بمكة. الإشكال الذي ذكره ابن القيم في أن النبي ذبح بقرة عن نسائه وهن تسع ولم يذكر له تعليلا، واضح أن نرجو توضيح هذا الأمر، كيف أن النبي ذبح عن نسائه ببقرة وهن تسع والبقرة سبع فقط بنص الأحاديث. الإشكال باقي، ما قد استطعش أجوب على هنا، هذا ما قد استطعش أحل المشكلة. خارج الموضوع كله، ولو سكتيهن متى يكون الهدي مسنون؟ حال مثل ما النبي التامي أثناء مسنون، ما واجب على الله يسوق هدي واحد. قال ما حكم الإسباع؟ لا مانع. ما هو الإسباع الأول؟ ما أرث بالإسباع؟ ها؟ حراء. ما حكم الكف؟ حراء. ما حكم الصلب بالسروال؟ ولماذا ورد النهي عن الصلب بالسراوي وحدها مكروه، أخرجه أبو داود ونص على في الأزهار. ما حكم كفة السروال المسبل؟ منهي عن الكف. البنطلون إذا طرح للقاع سيكون إشباع، وإن عضبه سيكون كف. ما الحكم بالذي يستخدمون النساء مصنوعة من البلاستيك من أجل عرض الملابس عليها؟ لا يجوز، لا يجوز عمل من البلاستيك أو من الخرق إلا للبنات الصغار، لأن النبي قد كان يقر عائشة على هذه الألعاب. وهل تعتبر هذه من الأصنام أم شباب الكفاء؟ لا سمى أصنام ولكن مكروهة فقط. خاصم اثنين من الأقرباء فرجع أحدهما عن هذا الخصام فأراد أن يحدث قريبا ولكنه لا يجيبه، فهل يستمر في التحدث إليه رغم أنه لا يجيبه؟ يقول لا سلام عليكم والبادي منه. سافرت يوم وفي طريقي أقيم الصلاة الجمعة في مسجد قريب، فهل أصلي الجمعة ومع العصر قصرا وجمعا؟ علماء هذا الأيام بيقولوا من قد صلى جمعة لا عاد يجمعش بين الصلاتين ولا أدري لماذا. نلمس هم أصلا في قول عند الشافعية أن عن الجمعة إذا كانت الصلاة مستقلة فلا يجمع عليها، لأن الجمع بين الظهر والعصر فقط. لكن إذا كانت الجمعة عند الشافعية ظهر مقصورة، هم عندهم أن الشافعي أن الجمعة ظهر مقصورة، فقالوا إذا تجمع إليها. أنا عندي أن المسافر يجمع إذا في حال السفر سواء يوم جمعة أو غيره، ولا أدري ما هو الفارق. قال إذا قتل المسلم ذمي أو مستأمن فهل يقتل المسلم حتى أو تعزيرا؟ لا يقتل مسلم بكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، أو أنه لا يقتل مسلم بكافر. مذهب جمهور العلماء أنه لا يقتل الكافر بالمسلم إذا لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر المعاهد أو الذمي، وإنما يأتي بالدية، خلافا لأبي حنيفة فقال أنه يقتل، مذهب أبي حنيفة خالف الحديث. تدري ما اشتي لا حتى ولا لا يقتل، لكنه مخالف للنص هذا القول. من هو؟ قال أبي حنيفة. إيه مخالف. مرة واحد قتل ذمي في بغداد في أيام هارون الرشيد، فحاكمه عند أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، فحكم بقتله، فتظاهر أهل بغداد كلهم حتى استنكر الرشيد وقلبه، قالوا أيقتلوا المسلم بالكافر. فدعا القاضي وقال لماذا؟ قال على مذهب أبو حنيفة.
قالت ذلك الأمر كيفما كان. فخرج قال التو دليل على أنه ذمي مالك يشتليل قد كان يسلم الجزية فأسقط الحد. وبعدها قال له لا تحكمش بهذا الحكم تسوي لنا هذا وإن كان ذمي. هذه لو تكرمت تجيبوا على هذه الأسئلة من هما أصحابي الذين دفنا في قبر واحد ولماذا منهم في يوم أحد أبو جابر بن عبد الله وبدر اثنين قد نسيت منهم أبو جابر بن عبد الله مثيم قال أحفظهما قرآنا لأن ما تستروش من التعب في يوم أحد ما تستروش ما هي الآية التي نزلت في جوف الكعبة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثلاث تشتاق لهم الجنة فمن هم هذا مسابقات إلى هنا وأم سليمة هي أم أنس بن مالك فأنس بن مالك يقول لأبي ضرعة يا عم يعني يا زوج أمي وهو يقول أنه ربيبه أنس بن مالك ربيب أبو ضرعة. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من روايات حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي ضرعة شعر شقه الأيزر ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي ضرعة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان والله أعلم. قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرنا عن ابن سيرين من طريق البخاري وجعل الذي سبق أبو ضرعة والشق الذي اختص به والله أعلم في باب الزكاة اختصر باب الزكاة في ثلاثة أو أربعة دروس الذي مهمة وفي هذا طول تطويل لا مزيد عليه. والذي يقول أن نصيب أبي ضرعة الذي اختص به كان الشق الأيزر وأنه صلى الله عليه وسلم عما ثم خاص وهذه كانت سنتي في عطائه وعلى هذا أكثر الروايات فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يلي ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. أم سليم هي زوجة أبو ضرعة ولا يعرف هذا دفع إلى أبي ضرعة فإنها امرأته. وفي لفظ آخر فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو ضرعة فدفعه إليه. شعر باقي في بيت الأنباري في زبيد وشعره باقي في مسجد سيدنا الحسين في القاهرة هذا ويمكن أن بعضها في إسطنبول. وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي ضرعة شعر شق رأس الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أبا حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنعر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطى فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحنة والكتاب.